مشاهدينا، الآن ينضم معنا المحلل السياسي الأستاذ علي إبراهيم. مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة عبر دجلة. أبدأ معك الحديث من تصريح رئيس حكومة الأقليم عن وجود دور للمافيات تستهدف الرأس المال البشري بأقليم كردستان. حدثنا أكثر عن ما مدى خطورة هذا الوضع في الأقليم، وأيضا هل هناك جهات سياسية ترتبط بهذه المافيات تمولها وتؤمن أيضا تحركها؟ بداية، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. الخطورة تكمن في الأمن القومي لإقليم كردستان وأيضا في الأمن القومي للعراق الفيدرالي. لذلك هناك حاجة ماسة لإعادة تعريف العلاقة التعاونية ما بين حكومة أقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد. الخطورة كبيرة جدا، الخطورة تؤثر على جيل كامل من الشباب هش تماما أمام هذه المحفزات والمخدرات التي تأتي من خارج العراق. الظاهرة هي ظاهرة عابرة للحدود، لذلك هناك حاجة ماسة لتدارك هذه الخطورة لإعادة تعريف العلاقة للقوات الماسكة على الأرض. هناك تدخل حكومي واضح من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد، هذا صحيح، لكن هل هناك تدخل للقوى الماسكة على الأرض، للقوى والفصائل التي تمسك الأرض والقوى الحشد الشعبي؟ هل هم جميعا ممثلون في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب؟ وهل هناك تنسيق كامل وتنسيق شافي وكافي مع حكومة إقليم كردستان؟ وهل هناك داخل حكومة إقليم كردستان تنسيق شامل ما بين الإدارتين، إدارة في أربيل وإدارة الإدارة في سليمان؟ لذلك هناك يجب أن نشخص المشكلة أولا ومن ثم نأتي بالنتائج السليمة. دون أن نشخص المشكلة بالمستوى الصحيح أو بالطريقة الصحيحة، فإن الاستجابات أو المعالجات التي سوف تتأتى من جراء ذلك لن تكون مفيدة، لأن كما قلت في بداية الحديث المسألة خطيرة وخطيرة جدا تهدد هل كردستان بحاجة لتعاون المركز أستاذ علي؟ في كردستان العراق نعم، هل هي بحاجة لتعاون المركز للسيطرة على عمليات نقل المخدرات؟ دون أدنى شك، بما أننا هل يستدعي إلى تجديد الإجراءات بالمنافذ الحدودية؟ دون وجود تعاون تام وشافي ما بين الطرفين، فإن هذا الطرف سيتهم الطرف الآخر، والطرف العراقي سيتهم القوى أو الجهات الأمنية في إقليم كردستان، وإقليم كردستان سيتهم العراق لعدم وجود تعاون كامل ما بين الطرفين. هناك ادعاءات وهناك تهم لميليشيات معينة بزراعة وإقامة معامل في جنوب العراق وفي وسط العراق وفي الحدود المحاذية لسوريا وأيضا لإيران. لذلك دون وجود هذا التعاون ودون وجود جميع الستيك هولدرز أو أصحاب المصلحة، منهم القوات الماسكة على الأرض، البشمركة وحكومة إقليم كردستان، الإدارة في السليمانية والإدارة في دهوك والإدارات التامة في عموم العراق، لا يمكن التحدث عن معالجة شافية لهذا الأمر الخطير والجلل. نعم، أيضا أستاذ علي، هو ملف مكافحة المخدرات لا يرتبط بالعراق، أيضا بالدول المجاورة. هل سيكون هناك تعاون حقيقي جدي بين العراق والدول المجاورة التي بعض منها تمتهن تهريب المخدرات؟ السؤال أكثر من جيد صراحة، كما قلنا سابقا أن هذه الظاهرة عابرة للحدود، أي تأتي من الجانب الإيراني ومن أفغانستان ومن دول أخرى محاذية لإيران، وتأتي من الدول الأخرى أيضا محاذية لسوريا. بما أننا نتكلم عن محيط إقليمي هش أمنيا وهش سياسيا، سوريا فيها اضطرابات كثيرة وقوة كبيرة أو قوة كثيرة ماسكة على الأرض، إيران فيها اضطرابات سياسية كثيرة ومحاذية بحدود كبيرة مع أفغانستان والدول المصدرة أو المنتجة للمخدرات، وإيران بنفسها تعاني من هذه الظاهرة، والعراق فيه قوى كثيرة ماسكة على الأرض. لا بد من وجود تعاون إقليمي، وإلا فالجميع سيدفع الضريبة. الحكومات يجب أن تأتي أو تنزل من الأعلى إلى الواقع، وأن تكون على التماس مع الشارع. لذلك الحلول يجب أن تكون أولا بالتنسيق الإقليمي ما بين العراق أولا وإيران
والدول الإقليمية، وثانيا داخل العراق، لأن هناك قوة كبيرة ماسكة على الأرض، ودون وجود هذا التعاون فإن المشكلة ستزداد سوءا، والمعامل والإنتاج والزراعة سوف تزداد يوما بعد يوم. طيب، بما أنه كان بالمؤتمر حضور لكيانات ووكالات دولية مثلا الأمم المتحدة، هل تعتقد أنه التحرك الدولي مهم سيحد من هذه الظاهرة، وشون راح تكون الآلية؟ هذا السؤال أيضا جيد، ويجب أن يثار في الكثير من اللقاءات التلفزيونية وأمام الوزراء. يجب أن يكون أو تكون المعالجة معالجة غير عنيفة صراحة، يجب أن نبحث عن الأسباب. أولا أن تكون معالجة مجتمعية تصالحية ما بين الحكومة والقوى الماسكة على الأرض ومع الشباب والمجتمعات والقوى الموجودة في المجتمعات. ثانيا يجب أن تكون على مستوى السياسات. ثالثا يجب أن نستفيد من التجارب الدولية، لأن هناك مجموعة من القوانين الجديدة والمجتمع يستجد في نفسه، وهناك إنترنت وهناك تواصل وهناك فتح للحدود. لذلك يجب الاستفادة من المعالجات الدولية الأخرى كدولة ألمانيا والسويد وأمريكا وغيرها من الدول التي عالجت المشكلة أو تعالج المشكلة، لأن المشكلة كبيرة في هذه الدول أيضا، لكنها تقوم بمعالجات مجتمعية، بمعالجات قانونية، بمعالجات تصالحية، أكثر من أن يكون هناك قانون يزج المتعاطي والمتاجر في السجن. يجب أن نبحث عن الأسباب وأن نشخص هذه الأسباب وأن نعالج الأسباب الأكثر كفاءة. انضم معنا المحلل السياسي الأستاذ علي إبراهيم، شكرا لانضمامك معنا في نشرة الرابعة.